أهلا بكم. على وقع توتر بلغ ذروته للأزمة عند الحدود الروسية الأوكرانية، تواصل الدول الغربية دعوة موسكو إلى خفض التصعيد، فيما أعلنت الأخيرة أن جزءا من قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى قواعدها، ما يخفف من حدة القلق حيال الغزو المحتمل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولف شولتز في موسكو أعلن أن بلاده لا تريد الحرب، وإنه يريد مواصلة العمل ومسار المفاوضات مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا، مؤكدا سحب بعض القوات الروسية من الحدود الأوكرانية. المستشار الألماني أولف شولتز من جهته اعتبر أن إعلان انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية يشكل إشارة جيدة، مؤكدا أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، كما شدد على أن الأزمة لم تصل بعد إلى طريق مسدود، داعيا إلى العودة للحوار واستبعاد خيار الحرب. بالتوازي مع هذا الاتصال، كان هناك اتصالا آخر جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك من أجل التحقق من صحة بدء الانسحاب الروسي من الحدود الأوكرانية، وذلك وفق ما أعلنه الإليزي. وعلى واقع إعلان موسكو سحب جزء من القوات المنتشرة على الحدود الأوكرانية، جرت مكالمة هاتفية جديدة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أعرب خلالها الأخير عن رفض موسكو الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن حول الأزمة الأوكرانية. على خطوط التماس مع تلك الأزمة، طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحكومة الروسية بإثبات جديتها بشأن خفض التصعيد مع أوكرانيا. أوضح جونسون أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة بشأن التحركات الروسية لا تزال غير مشجعة. الرئاسة الروسية من جانبها أكدت أن التحذيرات الأمريكية من أن روسيا ستشن هجوما على أوكرانيا تهدف لتأجيج التوترات في أوروبا. شدد الكريملين على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا. أما الطرف الأصيل في الأزمة وهو أوكرانيا، فأعلنت أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع الحلفاء الغربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة، فيما رأى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لما طرأ من مستجدات على الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.